بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر يعني هل من متذكر، من معتبر مما نحن فيه؟ شاء الله سبحانه وتعالى أن نفترق، ثم شاء أن نلتقي. سبحانه هو المانع والمعطي، وكلنا في امتحان عصيب. وما دور العبد في هذه المحنة إلا الثقة التامة واليقين الثابت في أن الله سبحانه وتعالى قادر على رد هذا البلاء. ربي سبحانه وتعالى قادر على إغاثتنا جميعا، لكن لكل أجل كتاب، وكلنا يقين أن الفرج قادم، وأن الله سبحانه وتعالى هو المبتلي، هو الذي قدر علينا ما نحن فيه، لكن الفرج قادم لأننا نعبد أرحم الراحمين. يكفينا يقين أنه أرحم الراحمين. إذن دورنا في هذه المحنة حسن العبادة، أن نحسن العبادة. كيف؟ بتأديب النفس، بالإحسان للخلق. وحين سبحان الله نراجع واقعنا، نظر عن يمينك عن يسارك من أمامك من خلفك، يبدو واضحا لنا جميعا أن المبادئ قد انقلبت رأسا على عقب. فالعبد أمسى غير راض برزقه، صاخطا عن ربه، طامعا فيما عند غيره. ليس هذا صحيحا؟ صحيح. تقودنا جميعا الشهوات، نعبد أنفسنا، نعبد أبناءنا، نعبد بيوتنا، نعبد أثاثنا. لا يشبعنا القليل، لا نحاسب أنفسنا ونحاسب الآخرين، ولا نعظم الله في قلوبنا. ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، متى حذرنا في آخر خطبة، في خطبة الوداع، ماذا قال؟ أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم. تذكري أن آخر كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعيد، أيها الناس، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وأذكر بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الخطبة، ماذا قال للصحابة؟ آواكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله. يعني مطالبون بالثبات على هذا الدين، الثبات على ما تعلمنا عليه من خير، من أدب، من المهم أن نعتبر ونقلع عن المعاصي، نعتبر بهذه المحنة، بهذا الابتلاء. المهم أن نعتبر ونقلع عن المعاصي، لأننا نرى رغم فتنة الكورونا عاد الكثير من الناس إلى المعاصي، بل اقترفوا المعاصي أثناءها، وعدنا جميعا إلى الغيبة والنميمة، وعدنا إلى عدم محاسبة النفس. وكل هذا يا أخواتي يجعل الإنسان ينصرف عن طريق الحق، وينصرف عن الصراط المستقيم الذي ندعو الله يوميا عدة مرات، اهدنا الصراط المستقيم. لنعود إلى الطريق الصحيح، يجب أن نعيد ترتيب مبادئنا. وأول وأهم مبدأ هو تعظيم الخالق في قلوبنا،
كل الأسئلة التي سئلت منذ قليل لو نعظم المولى عز وجل في قلوبنا التعظيم الحقيقي سنجد الإجابة بدون عنين بدون صعوبة بإذنه تعالى. إذن يا أخواتي أهم نبدأ أن نعظم الله في قلوبنا وهو سبحانه وتعالى سيعينك على البقية على كل شيء. إذن أذكر نحن جميعا في امتحان، جميعنا عباد الرحمن جميعها بكافرها بطائعها بعاصيها بمؤمنها جميعنا، وفي كل امتحان يجب أن نقول رب اجعلنا من الصابرين، لأن هذه النفس أفعى والعياذ بالله أفعى سامة، هي تحب كل شيء ولا تحب التعب في أي شيء، هذه القاعدة. ولكن سنة المولى عز وجل هي الابتلاء، سنة هذه الدنيا هو الابتلاء، هو الامتحان، يبتلي بالمرض، يبتلي بالأعداء، يبتلي بما يشاء سبحانه وتعالى. مطلوب أن نسلم أمرنا لرب العالمين، فالتسليم والصبر هو الذي سيوصلنا إلى حضرة المولى عز وجل. أثناء الامتحان، أثناء الابتلاء، رب اجعلنا من الصابرين، اجعلنا من المسلمين، نصبر ونسلم الأمر لرب العالمين. ملخص الطول، هذه توطئة لهذا الفراق الذي حدث بسبب هذه المحنة وهذه البلوى العالمية. ملخص الطول الذي يجب أن يبقى في ذهني، يجب أن أرى في هذا الابتلاء الخير الكامل في المفقود. فقدنا العلم وفقدنا 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 وفقدنا، أين يوجد الخير في هذا المفقود؟ يجب علي أن أرى الخير داخل المفقود، ويجب أن أرى الظلمة، يجب أن أرى النور سامحوني داخل هذا الطائر. إذا يجب أن أرى الخير داخل الامتحان داخل المفقود، ويجب أن أرى النور داخل، أبحث على نقطة نور وأتفاءل أني أعبد أرحم الراحمين. وسينجلي إن شاء الله الابتلاء ويمن الله علينا جميعا بالفرج، لأن الرضا يا أخواتي إذا رضينا صبرنا واحتسبنا ورضينا سبحان الله، الرضا سعادة والرضا نعمة، والرضا هي الخلعة التي سنصل بها إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي كيف إلى ربك راضي، أكتفي بذلك، أكتفي بذلك، مرضية ربي شهود إن شاء الله. إذا وصلنا إلى الرضا ولو على مضض، لأنه إحنا نرضى بصعوبة، ربي إن شاء الله يرزقنا الرضا جميعا. ونحن يا أخواتي في حاجة لربنا سبحانه وتعالى، نحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى وهو الغني، نحن الفقراء إلى المولى عز وجل، ومن عاد إلى ربه نجا. في هذا الامتحان العودة إلى الله تدخلك على حضرة الله سبحانه وتعالى، ومن اتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم سيفوز قطعا. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إذا اللي يطيع ربي ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم نجا وفاز بإذنه تعالى. وقال تعالى إذا كل الخير فيش بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن آخر كلمة قالها، آخر جملة وهو نازل من على المنبر في خطبة الوداع، قال أيها الناس أقرئوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. يعني وصلك السلام، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا السلام من قرون إذا اتبعناه، فالفوز والنجاة في الاتباع. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين
ولكن المنافقين لا يعلمون. إذا طريق النجاة وطريق العزة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أقدم لكم تلخيص عن الدورة السابقة التي درسناها في السنة الفارطة وبقي منها الخاتمة فقط. وقبل أن أختم أذكر بملخص خاص بهذه الدورة. قال المولى عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. دين الإسلام إذن هو دين عزة، دين رقي أصلا، دين كمال. الإسلام هو نور إلهي جامع لكل الكمالات على وجه الأرض، هذا هو الإسلام، ومركوز على ثلاثة أركان: الإسلام أو الإيمان، الإسلام، الإحسان. هناك آية في القرآن الكريم تلخص هذه الأركان، ركن الإيمان والإسلام والإحسان. استمعنا للمولى عز وجل، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، استثنى الظالمين أصحاب الشخصيات السامة والصعبة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إسلام وإيمان وإحسان، هذا هو طريق العزة، طريق الكمال، طريق النجاة. جمعت هذه الآية الأركان المعروفة ودعمها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما، ظاهر للصحابة، فأتاه جبريل، والصحابة تنظر إلى سيدنا جبريل، طبعا لا يعرفون أنه سيدنا جبريل ولكنهم ينظرون إليه، جاء في صورة بشرية. فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن آية جمعت الأركان الثلاثة من الدين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعم ذلك. الإيمان هي مرتبة قلبية في القلب، أؤمن بالله في قلبي، أؤمن بالملائكة، ليس لي أشياء أو دلائل محسوسة، كلها غيبيات. في سورة البقرة رب يقول: الذين يؤمنون بالغيب، ثم بعد ذلك ويقيمون الصلاة. إذا الإيمان مرتبة أولى، أنك تؤمن بهذه الست مباحث متاع العقيدة. الإسلام هو مظهر الإيمان، سيتجسم وسيتجسد هذا الإيمان داخل القلب بمظاهر، في لباسك، في عباداتك. مش آمنت وكفى، الإيمان في القلب. نعم، الإسلام أين هو؟ هو مصدق، الإيمان في القلب، لكن الإسلام هو مظهر الإيمان، يجب أن يبرز هذا الإيمان على قلبك. إذن الإسلام مظهر الإيمان، وهو عمل ظاهري، أن أشهد بلساني أن لا إله إلا الله، أن أصلي بجوارحي، وأصوم، أحج البيت، وأزكي بيدي. إذن الإسلام عمل ظاهري، والإيمان هو الدافع للعمل، موجود في قلبي يدفعني للعمل، فالعمل الصالح هو مظهر الإيمان. الإسلام وتطبيق العبادات والمعاملات هو مظهر الإيمان. إسلام بدون إيمان شي خليك؟ يخليك منافق. وإيمان بدون إسلام يخليك كيف ارتبها من وعياذ بالله.
قال الدليل، الدليل أن الإسلام بدون إيمان هو إسلام المنافقين. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. النفاق هو اللي داخلك عكس اللي في خارجك. الإيمان هو اللي داخلك يظهر على المظهر نتاعك الخارجي. وإيمان بدون عمل، يعني أنا مؤمنة ولكن ما نعمل حتى شيء، لا نصوم لا نصلي لباسي كذا، كل شيء مخالف للشرع. هو إسلام صوري، صورة فقط، قشرة خارجية لا قيمة لها، عبارة إنسان لابس كسوة المحاماة وهو من داخل لا يقوم بأي شيء. هل يسميه محامي؟ هو شكل صوري للمحاماة. لا بد من التطبيق. الدليل قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ما يكفيش وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك قلت لكم في هذه المحنة لا بد أن نطلب من الله الصبر. ثم يأتي الإحسان. الإحسان هو ثمرة الإيمان والإسلام. الشجرة بدون ثمرة لا قيمة لها، يعني ما لا تجني منها أي خير. وإسلام وإيمان بدون إحسان هو بدون ثمرة. قال صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهده، كأنك في مقام المشاهدة. ولذلك الصحابة كانوا يقولوا: حين نطوف بالبيت كنا نتخايل المولى بين أعيننا. يتخيل أن ربي قاعد قدامه، هكذا ذاقوا، عرفوا وذاقوا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ذاق. إذن الإيمان عنده مذاق، عنده طعم، عنده لذة. ربي ذوقنا إن شاء الله طعم الإيمان. فإن لم تكن تراه، إذن أنا يزمني نؤمن ونسلم ونحسن، يلزمني نوصل إلى مرتبة نعبد ربي كأنه بين أعيننا. فإن لم أكن أراه أستشعر أنه يراني، كأنه يراقبني. إذا ما غفلتش ولا لحظة عن حضرة المولى عز وجل أنه حاضر معك، معك في كل لحظة، لم تعصيه، لن تشعر عصيانا. ومعنى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي إن فنيته وأنكرت نفسك وكل الأعمال وكل الإيمانيات كانت خالصة له سبحانه وتعالى، وكان غايتك فقط مرضاته والاستقامة على المنهج الذي رسمه لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، آنذاك النتيجة سيتولاك، سيرعاك، سيؤيدك. تذكري دعوة النبي: آواكم الله، أيدكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله. ربي ثبتني وإياكم. وإذا تولاك المولى عز وجل سنعيش إن شاء الله الوصل مع الله ومع أحباب الله، وسنتذوق طعم الإيمان، لأنه قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. لازم تتخيلوا أنه هنا وهناك وفي كل مكان. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لا يغفل ولا يغفل ولا يسهى سبحانه وتعالى عن أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. استشعار المعية مع الله، أنني مع الله، هذه في حد ذاتها ضمان وحجاب بينك وبين المعصية. خليك في حضرة المولى باستمرار، في وصل مع الله باستمرار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. الحديث الأول: حيث ما كنت، والحديث الثاني: حيث كان، كله يؤيد معه.
إذن قلت الصحابة كانوا على بصيرة، لذلك قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن يا أخوتي الإسلام عمل، والإيمان تصديق بالقلب، الإيمان تصديق بالقلب، الإسلام عمل، والإحسان شهود ومراقبة وذوق، ذاق طعم الإيمان. لشكون لمن استقام على منهج النبوة طبعاً، لمن استقام على الطريق المستقيم. والإسلام ليس دين نكد ولا حزن أبداً، بالعكس الإسلام دين سعادة ودين رقي، وما زال في عليائه وما نزل من عليائه ديننا أبداً، إنما الذي نزل هو أنا وأنت، هما الناس هما الذين نزلوا عن هذا الدين العظيم، بما نزلنا بأخطائنا بتقصيرنا بذنوبنا بمعاصينا بتجرؤنا على الله بعدم تعظيم المولى عز وجل. وآن الأوان أن نعود إلى هذا الإسلام العظيم، إلى أركان السعادة العظمى. آن الأوان أن ننافع عن ديننا حتى ندخل في زمرة قول الله سبحانه وتعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. رب اجعلني وإياكم من أهل الصدق، لن نريد أن نكون من أهل الصدق، إن الذين يحملون راية الإسلام عاليا. فما أعزنا الله إلا بالإيمان، وما أعزنا الله إلا بالإسلام، وما ارتقينا إلا بالإحسان. هذا الدين كامل، لذلك يجذب القلوب، وما زال يجذب القلوب البعيدة البعيدة تأتي إليه سبحان الله وتنار بنوره، لأنها تأخذه نحو الأسماء والأرقام. ومن أراد أن يعرف دينه الصحيح بأركان الثلاثة إيمان وإسلام وإحسان عليه باتباع الكامل المكمل صلى الله عليه وسلم، لأن الاستقامة مدح بها صلى الله عليه وسلم، قال عنه ربه إنك على صراط مستقيم. يعني اللي يحب يعرف هذا الدين بأركانه عليه أن يتبع صاحب الصراط المستقيم الثابت، إنك على صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى أيضا على لسان نبيه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصراط المستقيم أراه سنة النبي ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ربه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نحن يعني كما أمر نبيه أمرنا نحن، استقم كما أمرت ومن تاب معك، اجعلنا يا ربي من التوابين ومن المتبعين إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. بما أمرنا الحبيب؟ قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا، هذا إسلام. ثم قال واستقيموا يستقم بكم، دنيا كاملة إذا نحبوا نصلحوها نبدأ بأنفسنا. استقيموا سيستقم بكم، هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان ثابت لا حديث عنه، الإسلام ربي ثبتنا فيه وصحح عباداتنا ومعاملاتنا. مطلوب الآن الإحسان والاستقامة ليستقيم حال البلاد والعباد بإذنه تعالى، لأن الفوز كل الفوز في طاعة المولى وطاعة رسوله. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لا نجاة إلا بالعودة إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نجاة بالعودة إلى القرآن، إلا بالعودة إلى القرآن والسنة، نستمسك بذلك ونتبع الصراط المستقيم حتى يستقيم بحالنا حال البلاد والعباد. لأن يا أخواتي
نعرف أن القلوب مهمومة بحال الوطن، فإذا أردتن أن تساهمن في إنقاذ الوطن سهل جدا، ابدأ بنفسك، أصلح نفسك. إذا أردت أن يرتقي هذا الوطن يجب أن يرتقي بأفراده فردا فردا، شخصا شخصا. شوفوا إنسان واحد موضوع في مكان غير مناسب يخرب البلاد والعباد، فما بالك أمهات موضوعات في بيوت، ماذا تفعل بالبيوت؟ أصلح الله شأننا جميعا. أروا كلنا شركاء فيما يحصل من تدهور في هذا الوطن، كلنا كلنا مسؤولين عما حل بالبلاد والعباد، وكل فرد منا عنده حياته، عنده عاداته، عنده تصرفات، عنده قيم أخلاق فيها وعليها، وعنده نقائص وعيوب يجب أن يتخلى عنها. إذن يجب أن نقف لنصلح أنفسنا نقطة نقطة، حبيبة حبيبة، نبحث ونفتش في الخفايا والخبايا، سنجد الكثير. في واقعنا لما أنظر في الفضائيات، في وسائل التواصل الاجتماعي، في الإذاعات، في كل مكان، في اجتماعات الأسرة، في كل مكان، لا حتى عبر المنابر والمساجد ما تسمع إلا البلاد خربت، البلاد دخلت في حيط، البلاد في فوضى. هذا الكلام الذي لا يقوله مؤمن. لما؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. علاش؟ لأنه يعتبر نفسه أن البلاد خربت هو البيت، البلاد دخلت في حيط هو خطيف. يعني قمة العجب وقمة الاعتداء بالنفس. ومن ذكر غيره بعيب قدر المولى عز وجل أن يموت حتى يعمله. إذن عوض أن تقول البلاد خربت وداخلة في حيط والناس خلاص، وتسمع يعني الكلمات المثبطة، الكلمات المظلمة، الكلمات السلبية المدمرة، حدث نفسك أن الزمان بخير وأن الدنيا بخير، والذي فسده أنا وأنت، كما قال أحدهم، كما قال الإمام الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا لهجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا. الأصل يا أخواتي أن يكون المؤمن متفائل، الأصل أن يكون إن شاء الله ربي يجيب الخير على خير، وربي يفرج عن الأمة، وربي يرفع البلاء عن عباده جميعا. هذه البلاد أنت تسميها بلاد وتسميها وطن، هي البلاد أنا وأنت وهي وهو، هي مجموعة أفراد. كذلك لما نقول فلان بي، فلان عليه، وفلان كذا، يعني أذكر يعني خصال ذميمة فيه. لماذا نرى عيوب الآخرين منورة واضحة وأتجاهل أو أنكر عيوبي المفضوحة لنفسي؟ عوض أن أتحدث عن عيوب الآخرين، لو كل إنسان مسؤول في هذا البلد تحدث عن عيوبه وراجع أخطاءه وأصلح ما به لصلح حالنا جميعا. وكلنا خطأون، تنسوش الجملة هذه، كلنا خطأون، كلنا مذنبون، كلنا مقصرون، كلنا ناقصون، كلنا ضعفاء. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. تماش واحد كامل، تماش واحد ما هوش ناقص، ما هوش مقصر، ما هوش مخطئ، لكن ربي الحمد لله ستير. إذن كل فرد منا شريك في هذا الوضع المتردي، وحين نقلع جميعنا عن السب والشتم والجدال والقيل والقال والمشاحنات وتقطيع الأوصال وتقطيع الأسر، سيعم الخير وسيتغير الحال نحو الأفضل. لاحظوا يا أخوتي، لما تكون أسرتين ولا شخصين في الأسرة متخاصمين، كم تصبح العلاقة الأسرية الموسعة مفككة ومتشنجة ومتصارعة، حتى الحوارات والجلسات كلها سبحان الله يصبح فيها دخل. ولما يعود الوصال بين الشخصين
تهدأ سبحان. كذلك حال البلاد، كذلك أيضا حال البلاد. لو كل إنسان سبحان الله يبحث عن النور الكامل بداخله ويخرجه، عوض أن يخرج لنا الظلمة اللي بداخله والسلبية اللي بداخله والأحقاد والأمراض اللي بداخله، لو يغلقها يحاول يعالجها بينه وبين خالقه ويخرج النور اللي بداخله وسط نار الدنيا بنورنا جميعا إن شاء الله. لأن يا أخواتي نريد أن نخرج من الظلمات إلى النور بإذن الله، نريد أن نصلح العلاقات، نريد البناء. لذلك قررنا أن نقوم بهذه الدورة المباركة، قررنا أن نصلح من أنفسنا، قررنا أن ندخل في زمرة الصالحين بدورة كان عنوانها أصلح نفسك تصلح أمه. لما أصلح نفسي سيخرج النور بإذنه تعالى مني، ولما يخرج النور من عندي ومن عندك ومن عند الآخرين ستصبح ما شاء الله، يعني شمعة واحدة تضوي لكن لما تكون ما شاء الله ثريات في كل مكان، الدنيا ما شاء الله تصبح نهار، نرى الأشياء على حقيقتها. وسنقتبس من بعضنا البعض أيضا، أنا لما أرى فانوس أقوى وأجمل سأسعى إلى الاقتباس منه، وسأسير نحو الخير ونحو النور رويدا رويدا. في هذه الدورة قلنا سنحدد عيوبنا عيبا عيبا، سنتحدث عن أخطائنا خطأ خطأ، سنجاهد أنفسنا فردا فردا. مثلا لما الزوجة تصلح ما بنفسها في بيتها سينصرف حال زوجها وأبنائها، وسأتعلم أنا منها وسيتعلم الآخر من ذلك، سبحان الله يبدأ الخير يمر رويدا رويدا. في هذه الدورة تحدثت عن إصلاح النفوس، وإصلاح النفوس يعني تزكية النفوس. فعلم إصلاح النفوس يسمى علم التزكية كثيرا، يعني حتى من حضر الدروسي لما يسأل ما معنى التزكية لا يفهم. التزكية هي أنك تتعلم الآداب والأخلاق متاع النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تطهر نفسك. الزكاة من التطهير من النماء، يعني ترتقي بنفسك من نفس أمارة بالسوء إن شاء الله إلى نفس راضية مرضية. ولا تلتفت لأحد، لأن الملتفت في الطريق في طريق التزكية لا يصل. لما تمشي وانت ملتفت الوراء ما توصلش، نجم تحكي أو حفرة. ولكن منشغل بنفسه بإذنه تعالى سيعرف الحق وسيتبعه وسيعرف الباطل وسيجتنبه وسيسير على بصيرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والفلاح كل الفلاح العلم النفيس، العلم المفلح لا يوجد أغلى منه هو علم التزكية، لا يوجد أرقى من الأدب المحمدي والخلق النبوي. قال تعالى قد أفلح من تزكى، وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رأوا إذا بتزكي نفسك رأوا لنفسك، لا لي ولا لله، الله غني عنا. قال ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. والنفس الفائزة هي المزكات. قال تعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. والحمد لله أن الله علينا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمنا علم التزكية. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تزكي قبل كل شيء، بعد ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن قدوتنا في علم التزكية هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يزكيهم ويعلمهم، من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى هو الذي بعث الأميين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في هذه الدورة قسمتها إلى ثلاثة مراحل: مرحلة تهيئة القلب، ومرحلة التخلي عن العيوب، ثم مرحلة التحلي بالآداب والأخلاق. يعني هذه كيف كانت الدورة. المرحلة الأولى خصصتها لتهيئة القلب. هذا القلب هو محل نظر الله، هو آنية الله في الأرض. نبدأ به. كيف بدأنا؟ أولاً اتخذنا الأسوة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، اصطحبنا سلاحاً معنا لو تتذكر، وهو الدعاء. صححنا النية، توكلنا على الله في بداية العمل، صحح النية اللي هي مرتبة قلبية، توكلنا عليه فهو الذي سيعيننا على كل شيء، وفي النهاية عندنا يقين أن الفرج قريب وأن الله سيحقق لنا ما رجوناه وما طلبناه وما وعدنا إياه. قال اللي زكي نفسه هو الفائز، رب اجعلني وإياكم من الفائزين. ثم في مرحلة التخلي عن العيوب، ثم مرحلة التحلي بالأداء. في كلمة واحدة يا أخوتي، الأدب الذي نريد أن نصل إليه وأن ننهل منه هو الأدب النبوي. الأدب دين، الأدب نور. هذا الدين أدب أو لا يكون؟ أو لا يكون؟ والدليل نجد أقف أمام المسجد ويخرج المصلي السارق، المصلي الزاني، والمصلي لآكل الميراث، لمن؟ لأنه إيمانه وإسلامه لم يثمر أدب، ولم يثمر تقوى، ولم يثمر خوف من الله. إما إيمانه منافق أو إيمانه صوري. يجب أن نصدق إيماننا وإسلامنا بالإحسان، أن نعبد الله كأنه يعني دائما في حضور مع الله، نخشاه، نرجو رحمته ونخشى عذابه. في المرحلة الأولى قلت هيئنا القلب. استمعنا إلي الآن بانتباه، لأنه نتحدث عن الإنسان، عن إصلاح الإنسان، عن إصلاح ذاته، أن يتحكم في ذاته، أن يؤدب نفسه. هل سألت يوم من أنا؟ من هي هذه الذات التي نتحدث عنها؟ مما تتكون هذه الذات؟ من أنت؟ هل أنت جسم؟ هل أنت نفس؟ هل أنت روح؟ هل أنت عقل؟ هل أنت قلب؟ هذه التي أريد أن أغيرها، من هي؟ يجب أن أبحث في ديني من أنا. أولاً قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن الإنسان كامل مكمل. بل ولقد كرمنا بني آدم، كامل ومكرم. كرمك الله على كل مخلوقاته. أفضل مخلوق على وجه الأرض هو الإنسان، أكثر حتى من الملائكة، لأن الملائكة مجبولين على الطاعة، نحن ممتحنين. أنت عبارة عن ثلاث مكونات. الإنسان ينقسم إلى ثلاث مكونات ممزوجة ومتجانسة. نقرب الصورة. كويس القهوة اللي تشربه في الصباح، حليب وبن وسكر، ثلاثة مكونات. باش مش تخبرك مع بعض، لا، هذيك هي أنت. أنت جسم ونفس وروح متجانسة ومتماسكة، ولا تنفك عن بعضها البعض إلا بالموت. لما يموت الإنسان نهزوا الجسم نحطوه في التراب ونقولوا الله رفعه أو توفاه وكفى.
هذه النفس البشرية يا أخواتي متكونة من جسم. أعطيني الدليل. الدليل مش من عند نورة أو من عند فلان أو علان. إيش قلنا؟ قلنا باش نصلح أنفسنا نعود إلى القرآن والسنة. كيف أنا جسم؟ قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا المكون الأول. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا الجسم أو البدن عبارة عن سفينة مؤقتة تمر بها حين تكون خليفة الله في الأرض. يعني أنا لما أريد أن أشق البحر يجب أن أصنع سفينة لأشق البحر. لما أريد أن أصعد إلى الهواء يجب أن أصنع طائرة لأشق نعم الجو. أيضا الإنسان لا يحيا في هذه الدنيا إلا بجسم. إذا كون رب سبحانه وتعالى هذا الجسم ثم يرسل ملكا لينفخ فيه الروح. الروح كلمتين يا أخواتي. الروح قل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هو سر إلهي به تكون الحياة وكفى لا نكثر الحديث عنها. هذه هي الروح. النفس هي أصل الروح، هي أصل العقل، هي أصل القلب، هي كالجذع الكبير للشجر، هي أصل كل شيء. هذه هي النفس. الجسم سفينة نمر بها في الأرض، حين نخرج نخرج بها، وحين نعود إلى الله نتركها. من أين جاءت النفس؟ من طين، من تراب. هذه نفس مربوطة بالشهوات. الروح مربوطة باللطف واللطافة، نورانية. هذه نفس أعطاها رب سبحانه وتعالى عقل وقلب. ما يسألكم أنا قلت لكم الإنسان متكون ترى هو نفس روح. النفس أعطاها ربي عقل وقلب. أعطاك ربي عقل وقلب، أعطاك جسم، أعطاك روح، وأعطاك نفس. النفس هذه اللطيفة الربانية أعطاها عقل وقلب. ولما سمي قلبا؟ لكثرة تقلبه. العقل هو الذي يميز ويحلل نظريا. الجوارح البدن هو الذي يطبق ما يطلبه ما تطلبه النفس. لكن سبحان الله القلب يا أخواتي، لما ندخل في تهيئة القلب لازم تعرف أن القلب هذا اللي أعطاه لك ربي هو حلبة صراع بين الملك والشيطان. هي اللي لازمك ما عادش تنسى. تقول يا اخي الشيطان ديما 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 لا ينفك لا ينفك لا ينفك ولا رمشة عين. قال صلى الله عليه وسلم: ان للملك لمه وان للشيطان لمه، فلمه الملك تصديق بالحق ووعد بالخير. من يقول كان الخير الانسان اللي في لمه ملك ملك ما يقولش اللي تخربط وطاحت ودخلت وفسدت يخرج. فلمة الملك تصديق بالحق، نؤمن أن الفرج قادم وأن الله أرحم الراحمين وأنه قادر على رفع البلاء بكن فيكون بدون سبب. ووعد بالخير، المؤمن ما يقول إلا الخير. ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. يعني الإنسان لما يكون صابر وراضي عمرك ولا تلقاه ساخط وحزين ومكمل شكة وفادت ومش في خلوقي، لا تلقاه كراضي يبحث عن الخير الموجود في المفقود ويبحث عن نقطة النور الموجودة في الظلمة. هذا هو عين الرضا، هذا هو المؤمن الصادق. وكل إنسان يا أخواتي عنده قرين، حضرتكم مش وحدكم، معكم الآن قرين من الشيطان، قرين شيطاني من الجن. قال تعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد.
روى ذا القرين ما يقدر عليك إلا إذا موجود بداخلك أوساخ. إذا زكيت نفسك لا يقدر لك على شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. ما منكم من أحد. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يعني سيدي رسول الله لأنه صاحب التشريع والقدوة يجب أن يكون كامل مكمل حتى من قليله مسلم. أما نحن ما هو حالنا؟ يخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. أهو حالك يوميا، جاثم هكا القلب اللي نحبوا نهيئوه ونحبوا نصفوه باش نسكروا أبواب الشيطان كل، راه جاثم على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله خنس يصبح ضئيل، وإذا غفل وسوس. إذا هو الشيطان مش عظيم، غفلتنا نحن عظيمة. كيد الشيطان هو مش عظيم، لا غفلتنا نحن هي القوية وهي الله يخبرنا. إذا القلب عليه ملك وعليه شيطان، ومن الذي يرجح الوجه نحو الخير أو نحو الشر؟ هي النفس، النفس بروحها الموجودة في الجسم. واضح يا أخواتي؟ هذه صورة يجب تفهمها باش تفهم تتفاعل بعدين في تغيير وإصلاح نفسك مع من ستتحدثين، مع عقلك، مع قلبك، مع نفسك. البدن هذاك يتبع القلب ويتبع النفس، الروح من أمر ربي. إذا المحك أو الجهاد في النفس في حلبة الصراع بين من ومن؟ بين لمة الملك ولمة الشيطان. إذا لما أختك تتقوى عليك أو تظلمك، أعلمي أنها في لمة شيطان. تفهمي، تفضلي. لذلك تذكرنا قلت لكن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوي من غلب شيطانه قرينه، وقرين من أمامه. لما تغضب أختك عليك تعرف تمتص، إذا ثم عدو خفي بجوارها يريد أن يلمها ويلمك. واضح الصورة الآن؟ عارف الإنسان من هو الآن؟ أنا نفس عندي من الله عقل يميز وقلب يتقلب. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا الجسم وهذا البدن كيف ما كان فهو جميل لأنه عطية من الله. مريض فتلك عطية من الله، صحيح عطية من الله. هو محل يعني حد محطة دنيوية وسيعود من أين أتى؟ إلى التراب. نحن نهتم بالقشرة، نهتم بالجسم ونتفاعل مع الجسم، ولا جسم حالة وأنسى النفس والقلب والعقل. ولذلك في عملية الإصلاح كنت أحدثكن عن تغيير المفاهيم، مفاهيم موجودة في العقل، وعن تثبيت المعتقدات الموجودة في القلب. فإن ضفنا العقل والقلب سلمت النفس واهتدت وكانت تحكم لمة الملك وليس لمة الشيطان. إذن هي أشياء متجانسة مترابطة، القلب فيها مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واضح؟ بس قلب الصورة يا أخواتي للأذهان قبل كل شيء، اللي معها شيطان أو في لمة الشيطان لن يكون إلا غافلا. قال تعالى: والذين هم عن آياتنا غافلون. وليكون في لمة الملك سيلقي السمع وسيستمع. إن في ذلك لذكرى، لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب
أو ألقى السمع وهو شهيد. كل مربوط بمعنى سبحان الله. إذا قلبك نظيف حاضر مع الله عز وجل ستستمع، ستتذكر، ستعتبر حتى بالمحنة والابتلاء الموجودة في هالبلاد والعباد. أشبه الأمر صورة تقريبية للأذهان، مش تعرفوا ذواتنا ونعرفوا أحوالنا ونختم إن شاء الله. النفس أخواتي هي شبيهة بالقود السيارة، هي السائق الذي يسوق السيارة. العقل هي محرك السيارة، عبارة محرك السيارة اللي فيه الأشياء النظرية الكون بتاع السيارة. لكن هل المحرك هو الذي يقود السيارة؟ هل البنزين هو الذي يقود السيارة؟ البنزين هو عبارة طاقة، عبارة روح. حتى الكهرباء اللي هو تفاعل ما بين المحرك والأشياء الأخرى يحدث كهرباء، يعني موجود فيها طاقة البنزين وطاقة الكهرباء. لأن قلت النفس هي السائق، المحرك هو العقل. من ترى يكون القلب؟ البنزين وغيره هي الروح. من ترى يكون القلب؟ من؟ العجلات. العجلات هي التي تقودك. لكن من الآمرة؟ من التي تأمر؟ النفس، السائق. إذن النفس هي السائق، المحرك هو العقل، الطاقة هي الروح، والعجلات هو القلب. لكن قد يقودك القلب إلى الحفر، وقد يقودك إلى جنان. العجلات مطلقة، وين ما تمشيها تلزق، دخلها في حفرة تدخل، دخلها في طريق سيارة تدخل. كذلك القلب مطلق، قابل للمة الشيطان وقابل للمة المنع. من الذي يحدد الخيرية أو الشر؟ هي نفس السائق، القائد. إذا من المكلف؟ النفس، لا الروح ولا الجسم، النفس. الدليل، القرار يأتي من النفس. الدليل دائما من القرآن والسنة، لا دليل لنور ولا لغير نور. النفس هي الآمرة. قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. إذن الأوامر من الله موجهة للنفس بروحها وجسمها، بعقلها وقلبها. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إني أنا النفس البشرية. النفس هي العائدة إلى الله، للجسم ولا غيره. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. ما قالش كل إنسان، ما قالش كل جسم، ما قالش كل روح، كل نفس ذائقة الموت. إذا لو أراد الله لنا الحياة فلا أراد لحكمه، ولو أراد لنا الموت سنقع على الأرض أمواتا. الروح يقول العلماء هي الحاملة للجسم، وهي لا تموت لأنها السر الإلهي، يعني الإرادة الإلهية، والإرادة الإلهية لا تموت. لكن الجسم يعود من حيث أتى، يعود كل جوهر جوهر إلى جوهره، يعود إلى التراب. لكن النفس يا أخواتي لما تموت الجسم في التراب، والنفس إلى ذهب إلى البرزخ. المرزخ عالم بين الأرض والسماء، يجب أن نؤمن به. هذه من الغيبيات ومن العقائد التي يجب أن نؤمن بها. إذا النفس اللي تأتيك في المنام، يقول الحي في دار الميت في دار الحق وما يقول إلا الحق، هو في عالم آخر. إذا الموت ليس فناء، ليس عدما، الموت انتقال من عالم إلى عالم. كما جئنا من عالم إلى بطون أمهاتنا، سنخرج من هذه الدنيا إلى عالم آخر، عالم آخر نحيا فيه حياة برزخية. صلى روضة من رياض الجنة. نعم، إذن عالم الموت هو مرور من عالم ظلماني كثيف كثيف
إلى عالم نوراني لطيف، واللي يحب يزيد يفهم يشوف عبر النات أحوال الناس اللي وصلوا إلى تجربة الموت وعادوا، سيفهم أكثر عالم البرزخ، ويفهم أكثر رسائل من عند المولى على لسان عباده الذين اختارهم هو ومروا بهذه التجربة لتكون حجة لنا أو علينا. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال: صعدت جاءني البراق، فقيل: ما البراق يا رسول الله؟ قال: ذلك الذي يراه ميتكم عند الموت. كل الناس اللي مرت بتجربة الوصول إلى الموت، اقرأوهم ابحثوا حدكم، كلهم يتحدثون عن هذا البراق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم مروا بأم امتنان ظالم يمر بسرعة عجيبة، وحين يصل إلى نور عظيم لا يعرفه في الدنيا. هذه صورة تقريبية دي بتثبت القلوب أكثر، يعني النفس ستعود إلى عالم النوراني اسمه عالم البرزخ، والجسم سيعود إلى أصله التراب، والروح من أمر ربه. يقول العلماء أن الروح أثناء الحياة قريبة جدا من الإنسان، متجانسة معه، أثناء النوم يخف الأمر قليلا، وعند الوفاة يكون الحال كالشمس، يعني قريبة متوسطة أو بعيدة. صورة تقليدية يقولها العلماء، هذا قوس أفتحه فقط. العبرة أنك تفهم نفسك من أنت وما الذي ستغيره وتصلحه في ذلك. هذه نفسي أخواتي أيضا هي المحاسبة، الدليل قال: ليجزي الله كل نفس، كل نفس ما كسبت. النفس هي المعاقبة، قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. إذن هي السائقة، هي المكلفة، هي المحاسبة، هي المعاقبة، والذي يعنيه هي المطالبة بالتأديب والتغيير والإصلاح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها. هي المكلفة بالتزكية والتغيير. النفس إذن هي التي تعني بعقلها وبقلبها وبروحها وبجسمها، هي التي تعنيني الآن، أريد أن أصعد بها من نفس أمارة بالسوء إلى نفس كاملة عابدة، أدخل في عباد الله سبحانه وتعالى. أدخلي في عبادي وأدخلي جنتي. نختم بالجنان والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا ميمونا عطيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله.